قدمته في البداية أن هذه الفرصة قد تتاح مرة ثانية، وهي فرصة التغيير، فرصة الاختيار. المسألة أمامكم، أنا ما أعلمه أن ستكون هناك انتخابات حقيقية، والاختبار احنا الألم اللي بيروح الدكتور يقعد يتعالج عنده 10 سنين مخدش، سنة مشاكلها 15 سنة، يتعالج 10 سنين، وبعدين الدكتور اللي هيبقى عليه دي خلاص ما ينفعش السبب المشكلة، ولازم دكتور جديد ومصيصة جديدة. في الطب في مدارس، هذه المدرسة للأسف الشديد. هذه رسالتي لكم، وهذا البرنامج سيوزع علي، والامر هذه انا لا اخاطب بلا الموجودين في الامام، ولكن من خلالكم ناشد الامه الاسلاميه كلها وكل الناخبين يعملوا مصر اختيار، ولا يوجد حد بديل. الامر الان متاح، نحن بعد ثوره 52 وزي ما قلت واللي كان فيها المبدا السادس اقامه الحياه الديمقراطيه السليمه، هذا المبدا الغائب من بدايه الثوره حتى قطع عبد الناصر. الان بدا شعاع له في فرصه الاختراع ذكرته في البدايه ان هذه الفرصه قد تتاح مره ثانيه، وهي فرصه التغيير، فرصه الاختيار. المساله امامكم، أنا ما أعلمه أن ستكون هناك انتخابات حقيقية، والاختبار احنا الألم اللي بيروح الدكتور يقعد يتعالج عنده 10 سنين مخدش، سنة مشاكلها 15 سنة، يتعالج 10 سنين، وبعدين الدكتور اللي هيبقى عليه دي خلاص ما ينفعش السبب المشكلة، ولازم دكتور جديد ومصيصة جديدة. الطب في مدارس، هذه المدرسة للأسف الشديد. هذه رسالتي لكم، وهذا البرنامج سيوزع علي، والأمر هذه أنا لا أخاطب بلا الموجودين في الأمام، ولكن من خلالكم ناشد الأمة الإسلامية كلها وكل الناخبين يعملوا مصر اختيار، ولا يوجد حد بديل. الأمر الآن متاح، نحن بعد تصور 52 وزي ما قلت واللي كان فيها المبدا السادس اقامه الحياه الديمقراطيه السليمه، هذا المبدا الغائب من بدايه الثوره حتى قطع عبد الناصر. الان بدا شعاع له في فرصه